نتابع الآن حديث مدير الكرة والمدير الإداري في نادي الهلال سامي الجابر. أتكلم لك عن الفوز أو الخسارة بقدر ما أتكلم لك عن الأداء العام والأداء الفردي، الانضباط في التكتيك، الروح العالية، اللعب. هذا واضح من مباراة الأهلي، يعني لو هم مسألتنا فنيا أنه جاء مدرب وحضر مدرب وغادر مدرب، يمكن حديث الكابتن أسامة هوساوي أكبر دليل أنه ممكن أنه ما توفق فقط توماس دول. لكن نرجع وأقول دائما أنا عندي نقطة أنه اللاعبين متى ما حضروا ذهنيا وأرادوا، ما في أي جهاز ممكن يكون الجهاز يمكن يكون مساعد مع اللاعبين. ديربي كسبناه سنين طويلة، لكن كسبته في نص ساعة اليوم كابتن. لا بالعكس، النص ساعة ترى هذه كانت بالنسبة للأداء المفروض تعطينا دافع أكبر، لكن حملتنا مسؤولية أكبر. دائما الدربيات ما في بينك، حتى لو سجلت 3-0 في تاريخ كبير بين الفريقين، انه ما تعني نتيجة كبيرة في شوط او في نص ساعة. الصات القصيرة هي السلاح الأهم فنيا اليوم؟ أنا أقول السلاح يعني ما أقدر أقول لك، لكن قراءتنا للنصر قبل المباراة كانت في محلها، خصوصا مو بس الباصات القصيرة، اللعب خلف المحاورة. أعتقد أنه ساعدونا 2 محاور اليوم، وكان يعني كان عندنا دائما لاعب حر زيادة في الملعب، عزيز أو غالب، عبد الغني أو الزيلعي، ما يعرفون من يغطون بالضبط. كان دائما ما يكون عندنا لاعب حر، حتى لما يغطون الأربعة الصغار اللي موجودين تقريبا اللي هم يشكلون خطورة في اللعب الباصات القصيرة يكون عبد اللطيف دائما حر. عدل، أسألك، هل يبدو لك سامي الجابر هو من يعني هو كان صانع القرار الفني اليوم في الهلال؟ هي ممكن، يعني هو طبعا المعلن انه مدرب الفريق الاولمبي او تحت 21 سنه هو مدرب الفريق، لكن مؤكد انه سامي كان اقرب من المدرب طوال الفتره ال4 سنوات الاخيره، هو كان اقرب، مؤكد انه يعرف اشياء كثيره، مؤكد انه المدرب كان له راي، ولكن اكيد ان راي ايضا سامي كان له دور استشاري في الواجهه. سامي يعني لانه سامي مدير، اولا لانه هو بيرجع بعد كم يوم يرجع لعمله الرسمي، انا ما احب انه يعني في الاسبوع هذا يكون هو مدير فني وبعد اسبوع يرجع لعمل مدير اداري، اما يعني يكون مدير الفني على طول ويستمر في هذا المنصب. طيب، ما دام المدرب موجود. لكن سامي قال متى ما حضرت الروح، صحيح متى ما حضر يعني، لكن متى ما حضر اللاعبين ولديهم الامكانيات. طيب، يعني حتى لو كان حضور اللاعب يعني عندي رغبه وروح وحماس، لكن لازم يكون في عندي امكانيات. في امكانيه. هل رحيل دول عادل له العلاقه بالموضوع اللي حدث اليوم؟ هل ربما انه حل عقده بعض اللاعبين، ولا المساله يعني اللاعبين في مباراة الأهلي كانت محلولة العقدة وأدوا شوط من أروع الأشواط اللي أداها الهلال، ما وفق في التسجيل، اليوم وفق في التسجيل. يعني يمكن لو سألت عن مباراة الأهلي كانت يعني أنا ما ودي أن نلبس كل إخفاق للهلال دول وكل نجاح للآخرين، يعني سواء لاعبين أو إدارة أو غيرها. لأن المدرب رحل الهلال فاز بالأربعة وعلى النصر، فأكيد المتلقي العادي حيفهم المتلقي العادي، بس إحنا لازم نقول أنا أسألك. لا لا لا، ما لها أي دور. طيب لو انهزم الفريق هل نقول أنه دول هو السبب في خسارة الفريق؟ أنا أعتقد أن دول قدم عمل مع الهلال، أنا ما أقول لك أنه عمل ممتاز، لكن عمل جيد والدليل المردود. الأدوات الفنية اللي في الهلال تساعد أي مدرب على النجاح. لو يطلع لو يجي دول وأفضل من دول 1000 مرة ويدرب فريق من فرق الوسط ما يمكن يأخذ بطولة. إذن اللاعبين هم أساس كل شيء، لكن توظيف اللاعبين مهم. يعني أنا أعتقد أنه الهلال اليوم فاز بإمكانيات لاعبيه المميزة، ولا العلاقة لرحيل دول أو بقائه دور في النتيجة. الفوز الهلالي السابق أيضا لا بد أن نذكره، فوزه على الأهلي 4-0، تعادلوا مع الاتحاد وكان فريق جيد، فوزوا على النصر وبتواجد 3-0 على النصر، يعني نتيجة متقاربة. يعني إذن هي قضية عناصر متواجدة وتستطيع أن تنجح أي مدرب بصراحة. أنت لاحظ على تاريخ الهلال خصوصا ال5 سنوات الماضية لديه عدد من المدربين وذهبوا إلى فرق أخرى لم تنجح. كوزمن يعني مع احترامي وتقديري له مع السد ما نجح بالصورة الإيجابية. الآن العين يمكن اليوم تلقى خسارة كمتصدر، ويمكن فلذلك صحيح. الفريق إذا لم يملك عناصر إيجابية لا يمكن أن ينجح. أنا أتوقع إذا سمحت لي عادل، الشفرة الهلالية اللي ممكن فكها في ذا تواجد لاعبين وسط بامتياز، عندهم قدرة على صناعة اللعب وعندهم قدرة على التسجيل وعندهم قدرة على التراجع في الدفاع والهجوم. وبضيف اسم أسامة هوساوي،
نعم وساوي مساوي رقم صعب في دفاع الهلال. هو الدليل العام الموسم الماضي الدفاع الزوري والمرشدي هو ليونغ واحيانا ليونغ الكوري واحيانا محمد نامي. اليوم اسامه هو الوحيد، سلطان البيشي على اليمين، سلمان الفرج على الشمال، حسن خيرات، ومع ذلك ظل دفاع الهلال متماسك يؤدي بشكل جيد. حتى من ينتقد الهلال انه يسجل في مرماه كثير، انا في رايي الشخصي هذا الموسم وعدم وجود محور دفاعي ثابت، اليوم الغنام شارك بفعاليه وكان له دور كبير، كان عادل هرماش يعني يلعب لحاله محور وهو ما يؤدي ادوار دفاعيه بحته، اذا كان كل الفرق تصل لاسامه وماجد. يعني هذا الاسباب، لكن اقول انه الهلال كفريق يعني كتله واحده يؤدي بشكل جيد، لعبت الوسط هم عنصر التفوق. اليوم اختبر الهلال اختبارا يعني قويا يجعلنا نقول انه الهلال لا فريق لا كويس او لا قوي؟ لا لا، هو ادى ضغط على فريق منافس، كانت حالته المعنويه جيده، عرف كيف يفوز عليه في اول نص ساعه حسم المباراه، هي تحسب لفريق بشكل كامل من حسن الى اللاعب الكوري. لو لاحظنا اليوم غايب احمد الفريدي ومع ذلك الهلال لم يتاثر، صحيح، لانه في تواجد عناصر قادره على اللعب. يعني اليوم سالم الدوسري سجل نفسه كلاعب ثابت في الوسط، ولذلك انا اقول ان اللاعب الوسط في الهلال هم دائما الرقم الصعب في خارطة الفريق. يعني احنا لما قلنا في العناوين ان وسط الهلال يدرس ما بالغنا. لا لا يدرس، لا لا. عاد شوف التمريرات على فكره في اماكن ضيقه، يعني انا اشوف حتى مباراه الاهلي اللاعبين يمررون في داخل يعني جوا منطقه العمق للفريق المنافس وبقدره. هذه لازم تملك السرعه، الذهن الحاضر، يعني قبل ما تمرر لك الكره انت قادر على تفكر وين بتمررها. يعني كل هالاشياء مهارات. يعني الشلهوب صنع وسجل، الدوسري صنع وسجل، نواف العابد، سالم الدوسري، كلهم شاركوا في هالادوار. نعم، والشلهوب بصراحة حالا يعني من 10 سنوات وهو يؤدي نفس الأدوار، يعني الموسم قبل الماضي خسر هداف مجروح، شهادتك عاد شهادتك مجروحة والله صح الشلهو ما يبغى لها ولكنه حقيقة بصراحة لا يستاهل يعني ما يخذل أحد. عادل من 10 سنين وهو في كل بطولة هلالية له بصمة، محمد الشلهو يساهم مباشرة. يعني السؤال وكل أداء الكل يحترمه، حتى اللاعبين داخل الملعب مهما كان، يعني اللاعب يعني ما أعتقد أن في أحد الجماهير سواء النصر أو الأهلي أو الاتحاد عنده مشكلة مع محمد الشلهو. وبالمقابل محمد الشلهوب هو الرقم الصعب في 10 سنوات الأخيرة مع محمد دعيع في كل بطولات الهلال. الشلهوب قاسم مشترك. نعم صحيح، هو مباشر، مو هو يعني يساهم أبداً فقط. أبدا. طيب محمد، اليوم كان في لحظة منتظرة احنا تكلمنا عنها بالأمس اللي هي مشاركة خالد عزيز وسعد الحرب. خالد عزيز شارك وقدم يعني اليوم ما لديه، أو على الأقل مو ما لديه، أكيد هو لديه أكثر من كذا، لكن بالنسبة لسعد الحارثي اليوم كان كثير من الجماهير حتى في وقت المباراة وعلى وسائل التواصل يتحدثون عن هذا الوقت المناسب لمشاركة سعد الحارثي حتى يقدم نفسه. صحيح، ولكن اليوم مدرب الهلال لم يشرك إلا في آخر 3 دقائق. هل تلوم الإدارة الفنية في الهلال؟ كان مناسب أنه يعني على الأقل يعطي اللاعب روح معنوية جدا عالية؟ أنا أتفق طبعا في خالد عزيز أنه يعني ما اختير الوقت المناسب لإشراك في المباراة. سعد الحارثي تأخر كثيرا، خصوصا الهلال متقدم 3 إلى 4 أهداف، كان يفترض تواجده في هالمباراة أولا استعداد لمباراة الجمعة مع الاتحاد لأي ظرف، ثانيا تعطي اللاعب لياقة المباريات والأداء الفني. ولذلك أنا أشعر أن المدرب تأخر كثير، ما أدري هو المدرب الألماني أو سامي، لكن تأخر كثيرا. عشان كذا قلت الإدارة الفنية عشان أطلع من الموضوع. أنا ما ودي أختلف مع أبو بندر، بس المرة أنت دائما مصدر اختلاف. أنا شخصيا لا أؤمن بالعواطف في كرة القدم، خلي الجمهور يهتف، خلي عيسى المحياني جاهزيته أفضل من سعد الحارثي يلعب عيسى مباراة الاتحاد، أنا محتاج عيسى ولا اللاعب الكوري قبل سعد الحارثي يلعب، بعيدا عن العواطف. متى ما كان سعد الحارثي في أفضل حالاته هو من يحجز له مكان، بعيدا عن هتافات جماهيرية أو رفع معنوية. احنا نتكلم على نتيجة 4. نعم طيب، وقدامك يمكن 20 دقيقة، يعني ممكن هذه تؤثر على مستوى اللاعب. علشان ايش اللاعب؟ عشان تجهز اللاعب. طيب انا الان محتاج عندي رقم 1 يوسف العربي، رقم 2 بين عيسى، يعني الان الكرة في الملعب سعد الحارثي رقم 4. عندك يوسف العربي يجيب عادل، لازم سعد الحارثي يشد حيله انه يكون رقم متقدم. وهو زي ما قال لك يوسف العربي حيغيب، مو موجود عندك. طب عندي 2 والهلال يلعب راس حربة 1. انا اتكلم شو، انا لو كان سعد في حاله فنيه افضل من عيسى الله يحييه، لكن مش الرغبة أو هتافات جماهيرية أو إعداد معنوي ولا نفسي. تعرف أنا ما عندي أنت ما عندي إيمان في الأمور هذه إطلاقا. أنا أقول لاعب الأفضل فنيا، ما عندك عاطفة أبدا. لا لا، بس إحنا نتكلم على سعد كإعداد للاعب في ظل أنه والله في يعاني الهلال من نقص من تواجد العربي، يمكن 7 إلى 8 مباريات الهلال حيلعبها، لعب يمكن 3 إلى 4 مباريات وباقي له. إذا سعد ما في مانع أنه يشارك، لعب في مع جوفنتوس وقدم أداء يبشر بالخير، لعب مباراة التعاون، إذن يفترض، وخصوصا النتيجة كانت على نواحي مش فنية.
فني. أنا دائما الجانب الفني ممكن في المباراة يعطى، يعني الجانب الفني سعد الحارثي إذا شارك في المباراة، وهو اللي كان يعاني في مباراة في النصر، النصر إنه ما يشارك، النصر إنه ما يشارك ما يأخذ فرصة.